السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد يا أخوان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نحمد الله ونشكره في هذا اليوم تاريخ 18/1441، فتحت المساجد ورفع الحظر عن التجوال، ورجعنا إلى مسجدنا ورجعنا إلى أعمالنا. فنحمد الله ونشكره بعد ما يقارب 75 يوم والمساجد مقفلة تقريبا. فنحمد الله ونشكره على أن عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي، وهذا من فضل الله علينا، وأن لم نتضرر بشيء. هذا أحمد الله وأشكره. نحمد الله ونشكره. طافت بنا أزمة كورونا في هذه الأيام، وحنا ما نقول إلا نحمد الله. اللهم ربي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، بيدك كل شيء، لا إله إلا أنت. غلقت المساجد وغلقت الأسواق، ومنع حتى من السلام والتقارب، حرصا من انتشار العدوى وتجاوب شعبنا الكريم مع حكومتنا الرشيدة مع تعليمات وزارة الصحة. فلهم منا كل الشكر والتقدير، وهذه لحمايتنا نحن أولا وأخواننا ومن يعز علينا حماية حفاظا علينا. هذه كل التعليمات وكل الجهد وكل اللي ما بذلتها الدولة. فنقول بارك الله فيكم وبارك في مساعكم، وانتم على أجر عظيم وخير عظيم. فنحمد الله ونشكره اليوم بالتاريخ 18/1441، تباشرنا خيرا وتهنينا بالمساجد وفرحنا فرح عظيم، على أن ينصحون وزارة الصحة الاستمرار في التباعد حتى تنتهي هذه أزمة كورونا، وإن شاء الله أنها منتهية. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم بحفظه، ويرعانا ويرعاكم برعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواف حسين الحسيني.